نظر يا عماد الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه هيتم. خير يا فتحي؟ رمضان ماله سايبها وطفشان. سايب ايه يا فتحي؟ سايب البلد باللي فيه. ايه ده ورايح على فين؟ رايح على اوروبا هيكمل دراسته هناك. قال ايه هيحضر الدكتوراه ديت اللي بيقولوا عليها. شوف بقى انت الدكتوراه دي هيقعد فيها كام سنه؟ دي اقل حاجه يا فتحي 4-5 سنين. اديك انت قلتها 4-5 سنين. هو على ذمته حرمتين. شوف انت بقى في حرمه في الدنيا تستحمل جوزها يهجرها 4-5 سنين؟ بعدين هيسافر هناك هيتصرمح مع الحريم، انت عارفه مش بعيد ان هو يتجوز واحدة تالتة كمان. ما هو بتعامل مع الحريم زي العقد، كل شوية يزيد حباية. ايوة يا فتحي، هي دي الاخبار الحلوة يا فتحي، هي دي الاخبار الحلوة. ده انت كده تستاهل يعني حلاوة كبيرة. ولا خلي القعدة تحلو. خد يا فتحي، خد وماله، امسك. هي دي الاخبار، امسك يا فتحي. ولا كده خلصت الحصة الهيا، اخر حصة هتهلك لان ان شاء الله مسافر قريب على فرنسا. بس عايز اقول لكم حاجة، إذا كنت يعني أنا علمتكم حاجة تنفعكم فإنتوا كمان علمتوني درس مهم أوي. أنا بصراحة يعني ما كنتش مقتنع إن المرأة ليها دور في المجتمع، كنت شايف إن دورها يعني مقتصر على البيت وتربية الأولاد والحاجات دي هي يعني. لكن بعد ما عشقتكم ودرست لكم وشفت فيكم الذكاء والنباهة اللي تفوق أي ولد، عرفت إن إنتوا أمهات الجيل القادم. كما قال الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. أستاذ رمضان. إيوة يا بنتي. أنا متشكرة قوي. على إيه يا صفاء؟ على اللي عملته معايا. أوعدك إنك تهت في دروسي لحد ما أخد الدكتوراه وتبقى فخور بيه. متشكر يا صفاء، متشكر. وموضوع الجواز دي هشيله من دماغي خالص. لا 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 اقعدي. موضوع الجواز ايه اللي تشيليه؟ ان شاء الله كلكم تتجوزوا وتنهنوا، بس تتجوزوا عن حب وتخلفوا اولاد تزرعوا فيهم الحب، بس بعد ما تخلصوا دراستكم يعني. ربنا يوفقكم ان شاء الله، اجي ازوركم في بيوتكم واحده واحده باذن الله. الحقيقه يعني أعتقدش إنني أنساكم بسهولة. سلام عليكم. عظيم بيمين، هتوحشني يا أستاذ درويش. مش عايز حاجة من فرنسي؟ عاوزينك بخير، بس أول ما توصل تتصل بينا عشان نطمن عليك يا أستاذ رمضان. ويعني لو في يعني تكليف ممكن حضرتك توصل الجواب ده وتوصل شريط الفيديو لمحمد أخو عواطف. مين يا أخويا محمد أخو عواطف؟ مين الناس ده هي؟ ولادي انت مشيتي. وانا عرفت ولاده لما تقول لابوهم. مين دول؟ ده راجل طيب ابن حلال من ميت ابو حلاوه، وله بنتين عندك في الفصل منى واميره، والراجل يعني مكسوف يكلمك في الموضوع ده. حاضر يا سيدي، تؤمر. بس هنوديه فين في فرنسي؟ هناك المصريين يعرفوا بعض كويس وهيجيبوه، وحتى العنوان مكتوب هنا اهو. اصل عواطف اتجوزت ومحمد اخوها ما حضرش الفرح وبعت له الشريط ده عشان يشوفه. انت بقيت رخاي انت. انا اول ما عرفتك يا استاذ درويش بصراحه ما كنتش بتلغي كده. ايه بقول لك ايه يا استاذ رمضان؟ لو في اساءة ادب يعني تاخد مني الجواب والشريط ده بتاع واحد عزيز عليا قوي هناك. وده ان شاء الله هي فرح ولا عزيز؟ لا عقبال عندك، ده طول اسبوع. بتاع الله يكرمه يا رب ما حضرش الولاده بتاعت ابنه، هيفرح قوي لما يشوف. هو حد قال لكم ان انا رايح فرنسي اشتغل بوسطجي؟ لا العفو يا استاذ رمضان. العفو. السلام عليكم يا استاذ. اهلا 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 رمضان، والله يعني عايزك في كلمتين كده. انا ماليش كلام معاك يا حاج عبد الحميد. الله اسمعني بس يا استاذ رمضان الاول. اسمعني انت لو تكرمت. انا لما جيت بلدكم دهيا الناس كانت بتقول عليك كلام وحش قوي واني ما صدقتش، لكن الظاهر الكلام بقى حول الله مش عارف اطلعه من لساني. والله ربنا يتولاك ويكرمك، وبسلم لي على الملاك اللي ربنا مديهولك. السلام عليكم. مش كده؟ طب افهم الموضوع الاول. طب تعالى سلم عليه بنفسك. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.